شقة تمليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك نعم حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، اتفضل. وعليك في سمعت انا بس كده بس لأحد المشايخ كان بيقول ان المسجد الاقصى يعني ما فيش حماية من الله عليه، فهل هذا صحيح؟ يعني استشهد ان الكعبة خدت مثلا زي ايام عبد الله بن الزبير لان في لا عندهم يعني مثلا عفوا، ما فيش حماية من الله عليه ازاي؟ يعني مش فاهم، ما لم أفهم قوله. ما يعني ان لم الأمة لم تنهض لحمايته من هدم او من كده، في أمة مكلفة هي مكلفة يعني بحمايته، غير كده هل نحن عموما يطلب منا أن نكون جبناء ونترك بيوت الله، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى تنتهك ويدسوها الكفار ونحن نسكت؟ هل هذا مطلب الزائغ الذي يكلمك؟ هل ربنا قال في كتابه الكريم: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فمن مقاصد الجهاد في سبيل الله المحافظة على بيوت الله التي يذكر فيها اسم الله كثيرا وتقام فيها الصلوات. أما هذا يعني القصد من خلاص، الدفع لا يضيع ان وقتنا ما يا أخي الكريم. هم لازم ان هي تدافع، يعني مش في أقوام من أهل الزيغ لا نحب أن يستمع الناس كلامهم، يعني قوم من الضلال يأتون دائما بالشواذ من المسائل لتثبيط أهل الإيمان عياذا بالله، ولا تدري ما مرادهم. يعني مرادهم أن نترك بيوت الله تنتهك حرماتها ونقف سكوت، هل هذا يعني مراد عياذا بالله من هذا؟